شادة. ميرسي. رانيا، انا لما قريت عن الموضوع كمان قريت ان في مجموعه كبيره من الفنانين اللي دعموكوا، واول ما قروا عن الفكره وعن المبادره على فيسبوك اللي كتب هاشتاج واللي عمل له شير واللي كده، هنيدي وامال ماهر وانغام وغيره. تفتكري الناس دي، دول مشاهير وناس ستارز كبار قوي، ايه اللي ممكن يبقى شدهم في فكره زي كده؟ هو للاسف ما حدش بيتكلم في الموضوع ده كتير، فده لما احنا بدانا نتكلم فيه، لا الناس بدات تكتشف، مش حتى بس الفنانين، ناس كتير، لا ده فعلا موجود في نماذج ناجحه كتير معنا. مثلا سنان السكاكين، نجاره، سباكه، المهن دي لو شفتي الحلقات بتاعتها هتحسي ان لا الناس دي فعلا عملت حاجه. فده خلى ناس كتير، فنانين وغير فنانين، يشاركوا معانا في الحمله.